مثل ما نوهت عن هذا الامر، مثل ما تشوفوني حديقه عامه يتواجد بها عامه الشباب وعامه الناس حتى عوائل، يعني هذا الجانب الايسر من 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 المكان الاغلب بانه يكون عوائل، والحلو انه يعني جيد واستغل جيدا. خلينا نشوف الشباب هنا. السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان كريم. هذا الله يعطيكم. شلون الصحه؟ شلون اجواء رمضان وياكم؟ والله بخير. حلو اجواء رمضان؟ تخبط. زين شلونك بالدومنا؟ يعني مو كلش نص ونص. زين سوالف لي الاماكن اللي تروحوا لها تختارون مكان واحد على طول رمضان لو تنوعون؟ نوع. نوع. مو دا. انتم من هاي المنطقه كلكم لو لا؟ لا احنا مو من مو من هاي المنطقة؟ مو من هاي المنطقة. اها. منطقة الشعلة. من الشعلة؟ ايه. حياكم الله. حيا اسلم. الشعلة بس همين المسافة مو كلش قريبة منها. اي يعني بعيدة بس نجي بسيارتنا. جيد. اي نجي هنا نغير جو ونرجع للبيت. زين، ليا ساعة تبقون؟ نبقى للوحدة، لأن يعني كل من عنده شغل وعنده التزامات. اي أنا هسه بالنسبة لي هذول ولد أخوي. جيد. نجي هنا نتونس ونرجع، لأن أنا عندي دوام. حلو مرتبط يعني العم هنا القائد مال هاي المجموعه. اي شلون حياك الله. تشتغلون موظفين؟ لا. شلون موظفين؟ لا لا والله كسبه. كسبه. اي والله. الشغل شلون شغل الكسبه ماشي لو شويه صعب؟ والله على الاوضاع وسودان الورق يعني صعوبات كلش. ورمضان اللي وضعه المادي تعبان شلون ده يتواكب ويا موضوع الاسعار وارتفاع الاسعار؟ والله يعني يشكون حيل. مو؟ اي والله. يعني فقير بفترة رمضان وارتفاع السوق يتأذى. يعني تأذى حيل، خصوصا الكاسب يعني مثل. طيب شنو المطلوب من الحكومة توفره بشهر رمضان؟ يعني مو بس الا هذا، ما بعد شنو توفر؟ والله كنت توفر للشباب مثلا تعيينات، منحة، فرص عمل. يعني هي فرص عمل. شنو طلبات الشباب؟ أها. ولا ويمكن اخلي نتفق انا يعني حتى المواد الغذائية مهمة بشهر رمضان. طبعا. يعني السلة الغذائية عند الناس الفقراء مهمة. والله اتمنى يوفرون سداد غذائي يعني طيله هاي شهر رمضان. العالم الفقره يعني. صحيح. حياك الله. السلام عليكم. السلام. شلون الصحه؟ طالب تدرس موظف؟ لا والله كاسب. كاسب. اي والله. زين سولف لي منو بيكم متزوج؟ بس عم. بس العم متزوج؟ اي والله بس. تدعوهم للزواج ايها العم؟ للشباب؟ اذا ما يستقر. لا اخوك تحديدا. اي اذا ما يستقر ويخلي فد شيء بحياته يعني متوفر له يقدر يتزوج. يعني يتزوج هو لا عدا عمل. اها. يعني انت مال يعني كنا على الله طبعا. ايه. بس مال انه خلينا نتزوج وخيره يجي وياه وعلى الله. هاي لا هاي انت ما مقتنع. هاي مو فكره يعني. اها. اي مو فكره صحيح. لازم اكو فد مردود مالي. فرص عمل موجوده عنده، فد مشروع يبتدي به، وعنده مثلا مكسب جايه يوميا. صح. يقدر يتزوج. يقدر يعين ويفتح بيت يعني. شلون لا؟ باكر عقب يتزوج ويصير عنده اطفال ويصير عنده اسره، شلون هاي يعني؟ صح ما متوفر لاي اي مال او اي شيء سند. يعني احنا هاي كلمه على الله، كنا على الله. ونعم بالله. بس شلون يتزوج وهو كل شيء ما عنده؟ فعلا. مو لا؟ صحيح كلامك. اي لازم. زين ايش تتمنى ان شاء الله انت؟ تتمنى اولا الزواج لو العمل؟ لا العمل. العمل. ايه. يعني فضلت هو على العمل. من واحد هو يجيب الزواج، واحد هو يجيب الزواج، واحد من يكون روحه ويقدر يوقف على رجليه، بعد هاي الامور كلها تسهل قدامه. زين انت يا مواليد؟ انا مواليد 2000. 2000. سولف لي اليوم الزواج بجيلكم. ايه. اختيار الرجل للمراه صعب بهذا يعني بهذا الجيل تحديدا؟ يلاقي صعوبه بالاختيار لو لا؟ هم اكو بعض العوارض تلاقي بهيجي شغله باختيار الزوجه. متطلبات المراه هوايه لو مقنوعه؟ والله حسب يعني الاهل المرأة واهلها ويشوفون. يعني اكو عالم تدور بالشخص، تدور انه هو اخلاقه وهاي ما يدورون ماده، واكو عالم لا تدور ماده وتدور ذنب فوق شو اسمه. صح. زين انت اليوم يعني تفكر انه خلاص اذا ما يتوفر عمل ما افكر بالزواج؟ اي لان انت بعد يومين راح يصير عندك اسره، وهاي لازم انت توفر هاي الاجواء الامور المصرفيه وذني يلا تقدر تعلى اسرات. صح. اتمنى لكم الموفقيه ان شاء الله. اتمنى لكم شهر سعيد ان شاء الله وشهر خير عليك. شكرا جزيلا حبايب. ممنونين. خلينا نستمر بتجوالنا بهذا الموقع وما زلنا نتجول ونسولف ويا الشباب. خلينا نسولف ويا ابو النراك.